اتفرجوا بقى وشوفوا. وبعدين على السوشيال ميديا اقول لك مثلا ايه، زوجة سامح حسين التي لم يراها احد، ايه مخبيه عن الانظار، اتفضل يا سيدي. لا بس اتفرج علشان بيت العيله. ما انا بقول لك بقى اتفضلوا بقى شوفوا ليه مخبيها، شوفوا قد ايه هي جميله. وبعدين هناخدك بقى من الاول خالص، يعني عرفتي سامح ازاي؟ وانت كنت من المعجبات الاول ولا كنتوا مع بعض في الجامعه ولا احكي لي يعني في الاول؟ يعني قبل ما احكي لازم استغل الفرصه، ما ينفعش تضيع من غير ما اقول قد ايه انا بحب حضرتك، وقد ايه احنا مش لما شفنا اول حلقه من البرنامج، مجرد ما عرفنا ان حضرتك هتعملي برنامج يعني رجعنا لكل حاجه حلوه نفسنا تبقى موجوده تاني. ربنا يخليك، يعني جداً. اول حاجه لازم اقولها شكرًا. سامح عرفته ازاي؟ هي كانت صدفه. صدفه؟ اه كانت صدفه. ازاي الصدفه دي؟ هحكي لحضرتك. هو سامح صديقه يبقى جوز اختي، وهو بيبقى يعني بيدرس في امريكا وكده، فبالصدفه هو راجع من امريكا فهو رايح يسلم على صاحبه وانا موجوده لان هو جوز اختي يعني. أيوه. فكانت دي اول مره اتقابلنا، فكانت صدفه. كان في مره قبلها بس اتكلمنا بقى، لا يعني كان في مره قبلها بس كان في فرح اختي بس ما اتكلمناش، يعني دي كانت اول مره اتقابلنا بس في فرح اختك. في فرح اختي اه. بس كنت عارفاه ان هو طبعا المشهور في الفرح اختي؟ رحت لا بقى صورتي جنبه في فرح اختي كان لسه وسيلفي وحاجات من دي؟ لا ما كانش في سيلفي وقتها. كان في موبايلات وكده. لا في فرح اختي ما كنتش عارفاه، لكن لما اتقابلنا في البيت عندها لا كنت ساعتها اعرف. بس هي ثقافتها اصلا افلام اجنبي وثقافتها انجليزي وحاجات كده، فانا اللي عمل ايه اربيها على الثقافه بقى الافلام العربي اللي هو الابيض والاسود الحاجات دي. مبسوط هو قوي بالتفصيله ديت لان كل الافلام القديمه بشوفها لاول مره، فبقى مبسوط قوي وهو بيتفرج على رد فعلي وانا ايه ده الفيلم حلو قوي. حلو قوي صحيح. وساعات بتزعل ليه ان الافلام كانت حلوه قوي. يا ساعات بتزعل ان كانت الافلام حلوه. لا هترجع كل حاجه هترجع ان شاء الله باذن الله. اتجوزتوا بقى انت عملتي ايه؟ كنت قاعده عامله كده ولا عملتي شويه خطوات لفتي نظره ما لفتيش ده قبل ما نتجوز؟ قبل ما تتجوزي. والله هو سامح اللي يبقى عارفه من خلال ادواره لما هيقابله في الحقيقه اكيد هيبقى جذاب لي، لانه مختلف تماما عن الفتره اللي شفته فيها ساعتها. كان وقتها عمل بس عبوده ماركه مسجله وراجل وست ستات، كشهرته جت من راجل وست ستات. فكوميديان جدا، لكن هو في الحقيقه دلوقتي اعتقد الناس بقت تعرفه اكتر قد ايه هو يعني جد، مش بس للحياه هزار بس. كانت مامتها بتقول لها ايوه امسك ايدها ما تتكسفش امسك ايدها. هتتجوزي رمزي؟ ده غبي قوي رمزي. كانت ماما طبعا لسه ما اتعرفتش عليه. هو جدا. فاتكلمنا في مواضيع كتير جدا وقتها، فمن هنا حصل يعني الاعجاب الاول. حبيتي بقى رمزي؟ حبيتي في رمزي ان هو البسيط الغلبان اللي لا حب. انا بحب الفن قوي، انا دراستي كنت بدرس دراما، انا خريجه ألسن. ايوه. فانا بحب الفن جدا. فانا بالنسبه لي كنت مش متخيله ان الصناعه في مصر ان الممثلين ممكن يكونوا شاطرين قوي كده. فده بالنسبه لي كان ملفت للانتباه ان هو ازاي مختلف قوي كده عن الكاركتر اللي انا شفته. انت كنتيش عايشه في مصر ولا ايه؟ لا كنت عايشه في مصر بس في الكتب بقى والافلام يعني. ايوه دحيحه يعني. دحيحه. ايوه ما فيش تلفزيون، ما بتتفرجيش وما بتخرجيش، ما فيش يعني. ما زلت الى الان مقله جدا في ان انا اتفرج على التلفزيون او طيب اتجوزتوا بقى شبكه ومهر وحاجات من دي حاجات يعني حلوه كده؟ ما شغلناش قوي بالتفاصيل دي بصراحه. احنا اسرع يعني. انتوا العيله اللي هي بتشتري راجل بالظبط. كويس يا بختك. لا وباباها وابن بلد كمان. باباها مثقف. ايوه. وناس محترمين جدا، فهو جه قام متفرج على عبوده ماركه مسجله، نزل المسلسل وقت كله وقت الخطوبه، وده بقى اول وقت الخطوبه علشان يدرسني. أيوة. عن طريق اعمالي، وما كانش لسه اعمال ليا ليها طابع شخصي انا البطل فيها غير عبوده. أيوة. فقعد اتفرج على ال 30 حلقه وقال لها لا ده محترم كل حلقه كلمة. بقى ايه قول لي انا كنت إيه.
كل حلقة يقول فتفصيله ده. عجبتني جدا ان قد ايه اللي انا كنت بعمله وانا مش واخد بالي ان ممكن ده يبقى سبب ان انا اتجوز حد انا يعني فرصه بالنسبه لي ان كده ان ده ممكن يحصل. حبيتها في الخطوبه ولا في الصدفه ولا في الخطوبه ولا في كتب الكتاب؟ في كله في كله في كل حاجه حبيتها في كل كله كل المواقع والازمنه. طب اتجوزته بقى احكي لي بقى. هو انت قلت ان هو كفنان غير خالص على الطبيعه ان هو ممكن يبقى جد جد لحد لغايه ممكن يبقى جد دي احيانا معلش سامح غلس يعني ايوه يعني يبقى لمه تقيل يعني لا خالص لا اصل دايما ساعات الكوميديانات يقول لك ايه كل واحد فاكر ان لما يقابلني يقول له ما تقول لي اخر نكته وبتاع يعني هو مش مهرج يعني هو دمه خفيف في الحياه بس اكيد مش على طول صح لكن ما توصلش لدرجه لا تقول الدم طيب.